شيخنا واحد جرا قبر قبر ليلى قبو قبر داس واليغا قريي او ما نوغين قبر داس عقبده بدن ايان كلا كلمي او علمي او دنبيي مركان دلي وحان مري ديب وين وحا ليغو سميي سحر نكينا وحا لغا خيري غوشي او عيديري ايو دريميا ماركو يسو فيريو ماركا شيخ فرنين مدلبن كرا ما دام ان ديبكاس ان مدة ان حتى كو جري مسألة كو سابسن إن قبر الله السحري أما وذات كي ظل السحري طبعاً أي تهنسنتهي إن إسلانتي دنبه ديب لغاك يعني السحر كأي كدن بيس سيد هذا الكي هذا كموغتا تهمده سي صحمة أريد أنا لما جزمين كريو بحي إلي هدي يضو أين انقرانين مرخاتي يعدين أن لوهلين وتهمه تهمذن إلهي وحيري يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس تهمذ قاركيد ودنبب عليه تبارك وتعالى تاوامت هذه يضوى أن قرانين وأنا سحرين لهن عدينا أن لوها إنن عدينت ومرخاتي مركز واتهم عدينت من نقوم كرتها إن محو هاي روحي تهمدو أي سارنيد إنو روحك لحلو ومركي لقران سارو كلو يلاهدو ويلاهد مارتي أما عيدك لحلو شو تراد هيو الباس سحري هيو الباس كسو تراد كان على السمي عدين ما تهي لك عسكن كرو مايا عدين ما وحينا عدين وهين عدن هل يسيا واي يا يا واحد مفارح ما مسوى محمد وحلا يقان ما وامد الله واضح حطوا حتى ومقع شيكتو أدو مقع شيكتو الشيطان بسوق اللي كرو ماشى مقع يشيكن كرا وين فضوط وين فضوط عرب كروح أنا وكوه اللي كرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرانك وآخرين يا آخرين تي وآخرين هاي وش يو شيطانك عض لحق شبي وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم صوما يعني الرسول كي النبي أخرين تيسي وأخرينها هي القرآن كبوب الشيطان كي وحكو لحضريه مركزو أنتو كل حضريه وإلهي باكساريه أنتي سحد أهيد والله سوغيه مرك أنبياء ذي يرسوش يبهدو هذا الكودي واحد حقلين أيو وإلهي كصفين أيو روح بني آدين وعادي أنتو صور لحفر يسصور نقال ما دحل لكرو يا والوري قار قد يقولين وذلك القرآن سارا يعني مسلم بان هاي بيوري مسلم بان هايو فارح بالي دها ويساق أنه شاكت إنو مسلم يا شيطان كسو ما شاكن كرو إنو مسلم وشاكن كرا إلهني بو بشاكن كرا مسلم سكب الدائي إنتو سو يستاقو كله كرا نبي محمد دابان هايو سو ما شاكن كرو إسو ما أكيسين كرو نبي محمد صلى الله عليه سور كيسا ما قادة كرا لكو شاكن كرا طيب مركو وقرد حالي وحو يري هبل بان مسلم بان جن مسلم بان هايو هذا مسلم نو رنتي وحبا كما جرو شيطان واي وجيددي سونه وحا ويان انو هلكا سو دخمرو ددكنا اسكو ديرو يا انو ددك اسكو ديرو او كو عقلي غير كا فايديست وذاتكي قرانك وحساره هي مسكين كا اها ايو مريا وذاتكي امرك فافيني وحو لي ما مقشها وا لو سخريا كو سخري اسلامتي لو لو قبي وعيدا شيطان وكاس جند شيطان واي لأنه وحن أوفافنا هي هوشي شيطان شقد الشيطان كو قبنايا شيطان با استعماله يا سيدت كل يسقو درو قرابة لو كلا ديلو ددك إهل كلا يوب كلا ديلو نيكي حاس كيس لو كلا ديلو آفد الله فافيو سيداس دراديد وحن هلا ياي لما هبو لما نعسكن كرايو لما نعسكن كرايو إن دل التهمو لما نعسكن كرايو وحل الشيء إنه حقيقية هاي سيداس دراديد أرين تاسي وخلت أرين تاسي قرية بدن باكو دمي أفي بدن باكر لعدي تد بدن باكو كلا عرري وذا دينا وحوران سارة غار بدن با هوشا قلي وكو أفو بي وان أكسون لها إني دد بدن اسكو درين هوشا سمركة وحوي هلا قوان تومو وح آدياتها للسؤال واحد تامركي انتا لغي مادو قبرنا ديبك الشيغان إيسا
ولا وداتك واجب بدل يبركو يصوب في ريا بابا بابا محو هاي سيدي هرماء هوشي جوجش أنا ما بهيبا يا هو عاجسي سيدي أصدرادي فوريتان ما دل بنكرة هديته وحنقول لها أنت هذا جوارد على قولك جور سيدي أذن تهمين هذيك خيار كوفراني واحد وداتك هذو تبر لجاي وسريرتي تبر لجاي عشرتي يودن ولانشي هنا كوجو أتكاري فوريتان ما دل بنكرة هل كان خيارك كفرا اظن عندنا تهمين لان وحو هوين يدو هدي اي يعني نولش كو ادكاتو نين كلا نولان كاري ويدو اما ما هي حقوق ديدي اي ويدو حاسنمو وي دلبن كرتا فورتانك سيدانا وحا تلماميا حديث النبي صلى الله عليه وسلم احمد الترمذي اي سو سارين من حديث ثوبان نبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هويني كستو نك هذا فروتان ويديسته. أيضا واحد بشرين واحد كلفة يؤسن شرين. شن هذا وتقول كي وذيك يدي إياه صحن صحد يدي عرفت هذا حرام بكتاه. واحد صوابه كيني سين فروتان ويديس. ماشى محن كفه هني من غير بأس هديك شر واحد كيني ظروف كيني سهديك شر تمر كوي بنان تايوه. وانا مدكو ايمان الصحيحين ك حديثك امراه ثابت بن قيس ثابت بن قيس صحابي قاسي حسكسي واتي رسولك اوتي صلى الله عليه وسلم وكنت رسولك الى يوم ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين لنك اخلاق الدين منك عيبين مايو احبك الشيء ماي لكن سكلام ولي بصدق ولكني اكره الكفر في الاسلام وحان كيا بيا أنا مسلم إن قال لي ما قلناه بمعنى وحوي حقوق دي سينا قدام وايو إن كل حد قدبه إن كسب به وايو إن هلك الدم بيعاف يقصر رعدا كيابي ساس درد إنك نسيل هاي اللي قلناه ما اللي شو يكره لما شو يكره تدمية إلا وإلا ما اللي شو نبي مودي صلى الله عليه وسلم أما نعم أما شعلوا أما هالشعلانين هو شو نبي مودي صلى الله عليه وسلم صورة قلما صور صلى الله عليه وسلم مركب وحوكوي لي أتردين عليه حديقته بيرتي ومهرك كوسي ما هو حلين إيسا مركز سيدة لها وحلين هاي مركز النبي وحور صلى الله عليه وسلم إساق وحكوه لور بيرت قاضو إسكفر برسول صلى الله عليه وسلم مركز وفري سيدي وكفري وأنا مسألة اللي يقال أنه خلعة مسألة خلعة إنك نصماري دان لهنو دل قادة إيبسي قان لهنو طيب مركز وحنكونا خيار كاسي وأفرية قبلها. هدي نيك دبي عدي سبتش هدي لنوران كري ويدو هدي يقول عريلي أي قشو هدي يدل قادن كري ويدو حميل كري ويدو نولشة. أما ما هي أي حقوق دي جوجشة بويدو ويكو ويدو مركا فوريتان ويدو البنكرتا. هدو فوريتان كدي دنا حق وحيقول هذا إنه يفسق ضو. هو محكمة الشرعية مركا أيتك. لأن حقوق دي بقى مكان وين حقوق دي درات ستو. إنه يصبرتو أدل قادتنا كفي عن. وخيارك إن ليسوا صبروا استجدوا قادتنا واصيدك في عنوه والله أعلم جزاك الله خير وبارك الله فيك سائلك صدني يسقالات وحولي هي وهويو وحيتري شيخ وحلا قالي ويل عندلي حتى كهر مركي لقالي أيو كوما قالي ويلكي تبن بري أيو كوما دي كتري عسبتالكي أيا بحيي العق مقدوة وصدح بقل يكون تنكون دولار وسيي ويلكي ويلكينا وكك عي حنونك يا الحمد لله هذا بل عكتاس يا إسكاله ما ويلكي نسى والدك ويلك أبيه وحجيري أنا قاعد يا العكت عليه أو ما مول يا ويلكنا عرورة كلا أيو كلا سمن يهي صحمي يا دينيا هذا جوابت النقطة والدك أيا عليه العكتاس هو يدو برك إذا ما يرانا إسلام سأبها يا وذا يرانا يا العكتي وعد سواه يستطيع حكم الهدي لا بديل لا لا ما تقول هذا بس الظاهر وحوي مبلغ هسه والعقد هسه وحي كتمت خلط اسبيتالكو قالي لان اسبيتال هذا مره خاطير تمرك خلط قالان مثلا قلينكي اما صوحينتي اما وحبي خلطيان مركا مقدوبا كان لازمي ان مقدوب بحيان مركا وحي وقتهي ولو سؤاش اينا كعدين isbitaal kula aqta bilash kuma bixinine khald oo galay oo wiilka ka galay inay ku timid haday sidaas tahay lacagta waxa iskale wiilka iskale waa magdhow isaga iskale
أبنا لما سنين هوي أنا ملها عروت كلام ملها سجس كله حديل إلى هذا ما إسبيتال كابكو صدقيستي وإسبيتال هذا قريب وحلي إن شارتي هو يعني وحوي دتك لباتي سام وحسية هذا حتى سيد أو كتي ما دول إلى هذا إسبيتال كويل كدي وما جيس إن مقدونا ما أهينه لكن إحسان هم بوسي حديل إلى هذا نويل كاسكال اللي بكورو أبنا ملو كسوق الملاي هوي أنا ملك سوق الشمالي اللهم هدي باهين وهو أما أب باهن تهي حولها عرور تودا وحي باهي دودا ويكا استعمالي كلا أنت ومالك لأبيك ويمركز أما ملكي ذا يالله هنشاه ويلكا إسكالي العقد حولها ويلكا إسكالي طيب هدو ويلكو يهي قانقاك حوليه سما مولان كرانا إساقال قوريتنا هدو سن قانقار هين أما حولها أوسن ما مولان كرينينا أبا أهيني أم أمره ومركا وحي سوق لسا آيدي في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا إلا لقد قالوا إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أدوسا كف الله حوله سئنوا ما مشروا مركا وليقيسا أهيني والدك أهيني والدكم حولها وحقوق التصرف يا مصلحة إلمه ماشو دجلها وحبر الشديسة سبيتال كيسة باهديسة مركو قالوا إنه سقوا معمولا كرنا وكوري كنيا مركا حولها وحا إسكالي ويلكا إسكالي هوي أنا مالي أبنا مالها سقى ملك أوله والله أعلم جزاك الله خير نبارك الله فيك سائلك أفرتنات وحولي هاي شيخ قريحي الصوبة دات بدن أي دباتك سوكادي دات كقار وحيو باهدين ديقين لغشبه ديقك بدن وحي كيماتين دات آن مسلم أحاين مركا شيخ ديق أولي يهي روح آن مسلم أحاين ما لغشب كراه روح مسلمة حقيب ساوي دات بدن وقالا ديقو بحيا المقدشة قالا بدن ما تشوك انت بدن ديقك مسلمين باب حيا الماليني قالا ميلها سيقا وبقي سبب مبتقيبون اللهم ديق ميلها لغا كان إلوك كان معك المهم ديغا روحا ان لوغو شوباي ديغو سن لاهين او روح كلا لغا كيناي فرق ما لها حكم كيدو انو ديغاسي قال كاسو جيدو يا انو مسلم كاسو جيدو لان ديغا مسلم كا سيده لو بدن ياه اي دريريا او دم مصفوحا ديغا دريرها ونيچا سيده لو بدن هدو قال كي ما دنا وانيشاس هدو مسلم كي ما دنا وانيشاس بعض أهل العلم باقى بين الطاهرية لكن مسألة خلاف كده هذا مسي مسي قالين طيب تامرك كلقات ماله ما قال بوكي تس مسلم بوكي قال بوكي وحي كجد ويه العقيدة ذو ذا يعني شاس إنما المشركون نجس لكن سيدا كله دي كود يدعان كود أفكا إيو معاملات كود كله الأصل إن الطاهرية aya asala tahurto amido labada dhig muslimi gaar in loo kala qaaday macna ma sameeyneys talabaad dhiga si ahanti saba ama muslim ha ka yimaado ama gaal ha ka yimaado ruux halis ku jira ma lagu badbaadin kara ama sala khilaafiyowa wa xoray u jir jiray ma aha laakiin ama sala muasira culimaduna waxay u badan yihiin jamaahirtoodu inay banaan tahay marna ay waajibaysaa وحين كبنا أننا سأديك ونجاسو أو دم مصفوحا فإنه رجس ونجاسو لكن نجاسو إن روح لغو الشباي ونفتي سين لغو بدباديني سيدا بختك عنيتان كي سبا شرعاته وقلاتي بيتان وقلاتي ومركو إلهي يلي أو دم مصفوحا محرمات كمركو الشيء ألا وحو كدن بيسيي فمن الضر غير باغن ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم حاله الضروره ان بنانته بالقران كدبا دغه marka wa halad naf bin aadan la badbaadin isla markaana cida dhiga laga qaadayo aan dhib weyn u geysanayn taa wax ka weyn bay culimadu ka hadlaan taa wax ka weyn ay ka hadlaano xubnaha jirka bin aadanka oo kan inta laga saaro ka la gelinay kali ka saar kan gali يا
wadnaha hadii la sameyn karayo hata waxay ka hadleen fuqahaada culimada mucaasiriinta wadna gaal inta laga soo saaro muslimiin loo galiyo oo wadnaha oo waa meeshii gaalnimadii islaamnimadu fadhiday ogow marka saw waxa ka dhalayso bisala leeyna oo ruuxan wadnaha gaalada loo galiyo miyuu gaaloobi doonaa mise muslim buu noqon doonaa xagee lagu tirinay waa masaa'isha culimadu ka hadleen marka wax ka waaweyn baaba dhiigga laga hadlayaayo xubnaha la isu kala qaadayo xukumkooda maxaa ka dhalan kara waxaan oo dhan baa laga hadlayaa haddii ishkaalku yahay marka yaani dhiig gaal baa galay ruuxankadaas ishkaal iyaduna ma leh laana dhiiggu markuu jirka galo waxaa ku dhacaya tanaasux istixaala wax la yidhahdaa ku dhacaysa dhiiggu markuu ruuxa gudaha ku jirana sidiisaba wax gudaha ku jiraayay nijaasanimadiisa iyo daahirnimadiisa shaqo kuma lihi adiga imise nijaasa gudaha kaaga jirta yaa inaga hadda masaajidka dhex fadhfadhina imise nijaasa inagu jirta sooma badna waxaa marka gudaheenna ku jiraay bannaanka markuu u soo baxo unbuu xukum nijaasa qaadanaya laakiin intuu gudaha ku jiro ilaahay nama daba dhigin soomaaritaan marka sidaas waay midda kale waa isbedelayaa dhiiggu markuu gudaha galo sharaayiinta iyo xididada waaweyn markuu galo wadnaha dhiigga uu soo tufayay iyo beerka iyo wadnaha yaani ilaan intaas oo wuxuu soo tu markiiba soo tuuraya markiiba waa baabaaya isbeddel baa ku dhacaya marka wax weyn maaha dhacaanka kaada gaal buu ka soo jeedaa waswaas badan yaan ku gelin oo waxaa wax ka weyn baaba jiraba ruux muslimo waxaa jira gaal manidiisaba laga abuurayba soo maaha yukhriju alxaya min almayiti suwarkeeda waxaa ka mid a ruux muslim ah oo laga abuuray nin gaala biyihiisa isagoo dhanba wuxuu ka abuuran yahay gaal biyihii adigu dhiig yaroo lagu shabay baad ka hadlaysaa marka maxaa dhihi waa masaa'ishani marka wax weye dhib maleh mafruuq minha waa ruuxa haddii la badbaadinayo badbaadintiisu ka maarmi weydo dhiigga waa lagu shubi muslim ha ka yimaado muxuu ahay gaal ha ka yimaado wakadalika gaalka macsuumu damka ah oo aan xarbiga ahayn sidoo kale dhiigga waad siin kartaa adiga muslimka waad u saari kartaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran wa baraka allahu fiik su-aasha koob iyo afartanaad saa'ilku waxa uu leeyahay sheekh waxaan qaataa dawada dhibarshanka waxaana hore isugu arkay haddaan maalin qaadanin in aan isdaba marayo oo ay saameyn igu reebayso marka soonkii ayaan maalin ilaawey inaan qaato xilligii suxuurta hooyaday ayaa soonkii iga furtay oo igu tiri dawada qaado waanan iska furay soonkii maalinkaas marka sheekh xukunkaygu muxuu noqonayaa xanuunku hadduu markaa ku hayo inaad u afuri karto markaana aadan xamili karaynin ama mashaqo iyo dhib zaa'ida kugu hayo inaad la soonto markaa inaad iska afuri karayso qur-aankaa sheegay sunnaduna waa sheegtay xanuun aad ka baqayso ood is leedahay maantu ku qaban doonaa ma u afuri kartaa intuusan ku qabanin masaladu taas waa waana masalo khilaafiya waa culimada qaar badan oo ka mid a waxay leeyihiin xanuunka aad ka baqayso inuu maanta adoo sooman ku qaban doono haddii malahaagu u badan yahay asagoo hadda ku hayo kale ka dhigan yahay waadna u afuri kartaa waana sida uu rajaxayo ibnu qudaama iyo culimo badan ay rajaxayaan waxa uu leeyahay wasaxiix aladii yakhsha almarada bisiyaam kalmariid aladii yakhaafu ziyaadatahu fii ibaaxati alfitri yacni ruux xanuunsan oo u afuraya haddaad soonto amuu kugu siyaadaa xanuun waa xanuunsan yahay laakiin wuxuu ka yaabayaa hadduu soomo inuu xanku ku siyaado wuu afuri karaa waxaa la mida buu leeyahay hadduu soomo inuu ku xanuunsado inuu ka baqayo xanuunku markaa ma hayo uu iska afurayo laakiin wuxuu ka baqayaa hadduu soomo maalinimada inuu xanuunku qabto waana u badinayaa inuu qaban doono wuxuu la mid yahay isagoo markaa hayo kale wuu afuri karaa buu leeyahay sidaa marka la yidhaahdo shardigaa la qabto waxay noqonaysaa ama qowlkaa la qabto iyo tujiyaha noocaasa marka la qabto waxay noqonaysaa daawadan ay hooyo siisay soonka kaga jabisay waxay imaanaysaa isaguna uu sheegayaa hadduusan qaadanin habeenkii buu halmaamay isagoo sooman buu xusuustay maalinkaa hadduusan qaadaninna xanuunkii wuu qabanayaa siday u badan tahay waa xanuun maskaxda ah sidaas daraaddeed hooyo warway ku qabanay ilaaba daawada qaado afur bay ku tiri marka masaladaasi waa ra'yi culimada qaarkood qabaan dhib weynna kama muuqdo
وامد وحشرتي اه وحشرتي اه حنونك لو افريو اما لا بقين كوغو سياد اما انو كوغو يماد اد كبقيس لو افريو ان ملها وبدن يه لان غلبه الظن ملها مش وبدن يه شرعته وهي ولا تعامش سيدي حقيقه وكله بركا تاوامت ميد كلام ها هذا اللي جربا وحلا جربا إن أدمانك أد أفرطي أد قليص مالك ينسوق اللي إن شاء الله تعالى والله أعلم. جزاك الله خير نبارك الله فيك سائل كافرتني اللي بعده حولي هي شيخ وحنا هاي معلم قرآن ما قري كرا قرآن كريم كا أنا وأنا ويسا قبل هدي أد قلن كو قرته أو حد قرته أدن تابني أما أد باش اللي يجري طباشيرت هاي ها باش الصبورة دلو قرة قال إنك أما طباشيرت هادات كو قرتو لكن واحد قرتي آذن تابنين تا إيدا هذا الملي وي بنانت لأن قرآن ماذا تابنين سواما سلدي مصر المصحف كما مصر القرآن كيما هذين نقطو إنا تابتو وحي آذ قريسي قرآن كاها قرآن كي يوردن ما لكن وقيب قرآن كي كمل صوما آيات بعد قرتي بقيب كمل بعد قرتي وتابتي وحي مركا إيمان إيسا قرآن كي قار كي تاب شديس وما وحي لم يتاب قرآن كي يوردن لك وضع تابت ومسألو أي مركا أي علماء دو كدو دي فوق هذا وحي قبان جمهور توضو قرآن مصحف كي قرآن كو كامل تاب شديس وإن إيسان بنانين إلا الروح ويسق بمويه ومسألو يدن ومسألو خلافية لفتوض مركلا وحا لغو ده هاليا قيب قرآن كي كمي ده تابة شديس وموحي لحكوم تابة كل جي ساقو الله تابة يوكالي ساقو الله وابده سيداو يوبده هينو وحي ليهين حكم البعض كالكلي هدو قار كمي ده قوني وقرا وميلكو قرين تابة شديس وحي لم يتهي هدو قرآن كي ورنو ده تابة ومسحف كي تابة يوكالي قار علماء ده كمي ده نوحي اوبانين ان ارنتا ايادا إنه ويس قبل أن تابن كريه قرآن كقيب كم ذا معلمك إيه متعلمك أرد يوحبرنا يا إيه معلمك وحبرية ومحوق هاي إنه لأنه وحيليه حاجة هي ظروف باكينيس معلمك يهدي لي هذا مرة وأنا دو يسقبت المهنة وقرآن برايا ما أنتوا ما أنتوا ما ويسوا هذا وكذلك أرد يراي قرآن كبرنا يهدي لي هذا إلا وإلا ويسقب وإلمي يرسيبه ويزل الله وكري مركا اللي مسيس الحاجة واي وحي لم يتعيب إليهين قرآن كو قرآن محوهاي الواحدة كو قرآن أما اللوحة كو قرآن وحي لم يتعيب إليهين قرآن كو قرآن تفسير كو دحجرة كتب تفسير كو كالي أما هذا الله كالو الله قولي آيات قرآن كو دحجر تو كالي وحي لم يتعيب إليهين قرآن كو قرآن لعقه لأن دراهم تي هوري أي مسلمين تستعمل تي نقارب على يا قرآن كقرة طيب أنت صورنا العلماء قارب قبينا ويسقب أبهرين وإنسان لازم هين وح رواية عن الإمام أحمد وي الإمام أحمد رواية لجوري وي إنسان ديب لهين وكذلك مالكية قارب كم إذا نوي قبان وحكم كي قرآن كم قاضي نيسو أي ليهين والله أعلم.